رانا نخسروا دراهم كنت تقلقوا ورديه قلبي يوجعني كي يطيحوا دراهم في الماء. قلتها لكم البير هذا يقدر يكون مصدر السعادة كما يقدر يكون مصدر التعاسة. عبد الحميد وي ما على باليش علاش عندي احساس بلي راح تتشمخ انت. كاش مشكل قضي الامر الله يجعل الخير وخلاص. بوبكر نعم الشيء الجميل واللي عجبني ولو انه الله يجعل الخير امين انك لو سول في الوقت الحالي الكابتن تاع الفريق اللي مازال ما تشمختش. وانا الامنيه تاعي انه ما تتشمخش خاصه في الوقت الحالي لانه عندنا 70 مليون على 1989 وعندنا صفر دينار على 1987. ايماجيني تخرج الإجابة رقم واحد إجابة صحيحة. 70 مليون.